فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تفضل يا علي من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. بشر الشيخ الله يعين. أنا يا شيخ عندي دائما غازات أوقات الصلاة، ماذا أفعل يا شيخ؟ إذا كانت دائما معك، تخرج دائما بصفة دائمة، فإنك تتوضأ. فإنك تتوضأ. اسمع الشيخ يا أخي. يا أخي اسمع، الله يهديك. إذا كان خروج الريح مستمرا معك فهذا حدث دائم، فإنك إذا حانت الصلاة تتوضأ وتصلي في الحال ولو خرج منك شيء أثناء الصلاة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وتكرر الوضوء مع كل صلاة. نعم.